خاض منتخب موريتانيا أول حصة تدريبية له بعد التحاقه بمدينة وهران، وذلك بالملعب الملحق لمركب ميلود هات في وسط أجواء باردة وحضور كل الاتعداد بما في ذلك المهاجم المصاب حمية طنجي. ويستعد منتخب المرابطون لمواجهة أنغولا الجمعة، إن يعول على الدخول بقوة وتسجيل نتيجة مشرفة في مجموعة تضم أيضا منتخب مالي أو منتخب مالي القوية. بدوره أجرى المنتخب الأنغولي حصته التدريبية قبل الأخيرة لمواجهة موريتانيا المزمع إجراؤها هذا الجمعة بملعب ميلود هاتفي بوهران. خاضت التشكيلة الأنغولية الحصة التدريبية ليومسية الأربعاء بملحق ملعب ميلود هاتفي. قال مدرب المنتخب الأنغولي على أن المنتخب جاهز للقاء موريتانيا التي ستكون فيها المواجهة صعبة. Well, we are 2 days after the first match. نحن اليوم نتدرب بعد المباراة الأولى. مباراة كانت جد صعبة، واليوم نحن نركز على مواجهة موريتانيا. أكيد أنها مباراة مهمة. نحن اليوم نركز على العمل من أجل الفوز. نعلم أنها ستكون مباراة أخرى صعبة. موريتانيا منتخب جيد جدا، لكننا مستعدون وسنكون يوم الجمعة جيدين.